أما هلأ في أخبارنا الفنية، للأسف حنبدأها بخبر محزن وهو إعلان الفنان بيومي فؤاد وفاة والده على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كتب بيومي منشوراً عبر حسابه الرسمي قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي والدي منذ قليل، نسألكم الدعاء. ولمعجبين الممثل الكوميدي بيومي فؤاد بنحب نقولكم انه بدأ في تصوير مسلسله الجديد عودة الأب الضال، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد الله، واللي رح يشاركوا في البطولة هالة فاخر، أميرة هاني، هاجر عفيفي، وشادي ألفونس. تعودنا من المغني المصري الشهير تامر حسني تفاعله لكتير كبير مع معجبينه على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى في كتير من الأحيان بيرد على التعليقات وأحياناً بيرد على طلباتهم كمان، وهذا اللي صار امبارح مع إحدى معجباته، فطلبت شابة اسمها نادية حسونة إنه يحضر زفافها، وكتبت تعليق على فيديو أغنيته الجديدة في جمال كده اللي طرحها قبل فترة، كتبت له: نفسي تحضر فرحي يتيمه، حلم حياتي، أنا بعشقك من زمان وده بجد حلم حياتي، أنت مش عارف أنا بجدي بحبك إزاي. وبعد ما شاف الفنان المصري تامر حسني تعليقها، وخصوصاً إنه نال عدد كتير كبير من الإعجابات على القناة على اليوتيوب، رد عليها وقالها: طيب أنا شفت تعليقك وموافق أحضر فرحك، وشرفني كمان، ابعتيلي كل بيانات فرحك بعد إذن حضرتك يا عروسة، وسلامي للعريس أفندي. شو رأيكم نسمع مقطع؟ يلا بدنا نسمع مقطع صغير من الأغنية. أنا كثير غيرانة حالياً. معين نفسك يحضر عرسك؟ طبعا عمرو دياب، يعني حلم اكبر حلم. بس على فكره صح، فعلا تامر حسني بتفاعل مع الناس، لانه بتعرفي لما بتعملي ستوري بتكون تغني، بتعملي تاج للمغني، في مغنيين ما بشوفه، في مغنيين بشوفه بيعمل لك هيك لايك. تامر حسني الناس اللي يعني بيردوا هيك انه لايك، كثير انبسطت يعني انه الناس عنده ملايين المتابعين. فهذا شيء بالضبط جميل. بس نفسي بعمرو دياب يحضر عرسي، ولكن من عمرو دياب والاغاني الجديده للطرب القديم وعشاق عبد الحليم حافظ اللي ما بكبل يومهم من دون اغانيه والحانه، اكيد اغلبهم انتبهوا على الطابع الحزين باغانيه، وهذا الشيء بيميز فنه. ولكن وين الخبر؟ خبر عندي بيقول انه مؤخرا انتشر تسجيل نادر للفنان الراحل عبد الحليم حافظ وهو بيرد على سؤال طرح كثير عليه، واللي هو: ليش بغلب طابع الحزن على كل أغاني؟ شو كان جوابه؟ رح نسمع مع بعض. إيه أستاذ عبد الحليم السر في طابع الحزن اللي بيغلب على معظم أغانيك؟ والله الحقيقة السؤال ده توجه لي كتير وما عرفتش أجاوب عليه، لكن أنا أعتقد أنه راجع للنشأة اللي أنا نشأتها. أولا أنا نشأت يتيم الأم والأب، والإنسان اللي بيعيش محروم من حنان أمه وعطف أبوه أعتقد أنه بيعيش حزين، وخصوصا إذا شاف أنه يعني في أطفال كتير عندهم أم وأب. دي حاجة. الحاجة التانية يمكن لطبيعة صوتي، ربنا خلقها كده. الحاجة التالتة يعني مش عارف، أنا شخصيا أعتقد أن الحب دايما في حزن، وانا بغني اغاني حب. الله يرحمه فناننا. يعني المقطع كئيب، مقطع كئيب، بس لا اغنيه جدا جميله.